الجلال والجمال والسناء والبهاء فيهما شمري حكم المباراة بينما المساعد الأول طالب سعود والمساعد الثاني سلطان عواد والحكم الرابع محمد ناصر. نتحدث عن تشكيلة حارس مرمى المنتخب الأولمبي العراقي سابقا والذي ذهب معهم إلى ريو دي جانيرو عندما كان رابي إشنيشل من يقود هذه الأسود في هذا اللقاء عن كأس آسيا تحت 23 سنة. وأهمية هذه البطولة كل خطوط الخلفية كل من يتابع ويراقب ويشاهد ويلاحظ إذا مترابطة فيما بعضها هكذا بهذه النظرة من قبل راضي شنيشل. لدينا كرة إلى الطرف الأيمن أعطى التوجيه إلى مصطفى سالم محمد ومنتظر بتغيير الاتجاه إلى يوسف الإمام إلى من هنا إلى منتظر في منتصف ملعب المباراة عودة إلى زيد الإمام وأزيد بتغيير الاتجاه كرة التقدم بهذه اللحظات عودة إلى الخلف. نعم كنت أتحدث عن كرة القدم تسيير المباراة بأسلوب وبالتالي هذا ما نتمناه أن تلعب كرة القدم الحقيقية. البعض يقول هذا الكلام لا زال مبكرا. نعم أنا أعلم أنه لا زال مبكرا تتحدث عن تشكيلة جديدة بالنسبة أو تركيبة جديدة بالنسبة للمنتخب وكذلك وهكذا نوعيات من المباريات وجدت حتى أن تصحح المسار وجدت حتى أن تنظم الصفوف وجدت حتى نشاهد أول هدف بالنسبة لأبناء دجلة والفرات أول هدف بأكثر مما كان بالشوط في الخمسة وعشرين دقيقة الأولى يتواجد بملعب الفريق المنافس. لدينا الكرات فيما بين اللاعبين نهاد وعودة إلى الخلف على مستوى خط الدفاع هنالك نقلة طولية تصل إلى علي باسم لكن هي طالت على علي جددا ورمية تماس عراقية تنفذ راجع على مستوى قلب الدفاع تغيير الاتجاه إلى الطرف الأيمن هذا مصطفى سعدون وبنقلة الطولية إلى منتظر يأتي التدخل طالت على علي باسم الموسوي وهنالك رمية تماس من الجانب الأيمن لمصلحة المنتخب العراقي جاءه مصطفى ولكن غير رأيه رجع إلى زيد تحسين إلى منتصف ملعب المباراة يوسف الإمام وإلى مصطفى تغيير الاتجاه إلى الطرف الأيسر محاولة البناء والخروج بالكرة اللاعبين بدأوا يجرون عمليات الإحماء استعدادا للتواجد بأرضية الملعب لمصلحة المنتخب العراقي لدينا يوسف الإمام وبنقلة هذه اللحظات مرة أخرى يتم استردادها أتمنى أن نشاهد الإنتاجية في أرضية الملعب أمور من علامة الجزاء وافتتاح النتيجة نعم كري لحظات الشوط الأول سجلها علي باسم الموسوي وافتتحت تشوف تشكيلة المنتخب العراقي تشوف هذا الخليط في الأيسر واحد من الشبان الجيدين على مستوى الدوري هنالك نعم تواجد لفريق مكنزي وكرة مكنزي عودة هنالك إلى يوسف الإمام يوسف نعم يعني تتحدث على أمير العماري على وبالتالي الكثير من الأسماء التي جاءت من السويد كلاعبين فقار يونس عمد علي من ذلك الرائع الكبير الذي يتواجد كان بصفوف القيثارة الخضراء وسطر معهم الأرقام الكبيرة جدا ها هو نتحدث عن تسعينيات القرن الماضي يعلم عندما أقول يونس علي من هو يونس نتحدث عن ذلك الكبير في البصرة الفيحاء إذا سلفت على البصرة أصدقاؤنا الذين ذهبوا إلى بصرتنا بذلك المسج الذي يصحح لي معلومة الحديث عن أخطاء بالفئات العمرية مع القوة الجوية مع الصقور ولكنه بنقلة التي تصل ومن ثم كرة طويلة نعم هذه الإيجابيات التي قلناها وأعجبتنا على مستوى المنتخب الشبابي ولكن أتمنى أن يتم الاستكشاف والبحث على لاعب يقود الوطني وأن تواجدوا في صفوفهما الحديث عن أتلانتا فعلي عدنان كان في ريزا سبورت وبعدها إلى أودينيزي ومن ثم إلى أتلانتا ومن ثم إلى الدعاف نتيجة التقدم بهدفين يبحثون
الثالث، يريدون الثالث. أنا بصفوف الشياطين الحمر. زيدان إقبال نعم في المان يونايتد مع تين هاغ هنالك، سيقول مصطفى مستغلة على فرصة معينة حتى يسولف عن يونايتد. على أي حال نتحدث عن لدينا كرة في منتصف في ملعب المباراة، هنا منتظر وعودة استلام من يوسف الإمام، تغيير مختلفة والكاريزما المختلفة لألاي في منتخب الشباب آدم. واليوم في هذه الفئة حقيقة نتحدث على يوسف الإمام وكذلك